الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ليجزيهم الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. من بدا الأمر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. تغتنم جمعيات الشهاب الثقافية وجود الدكتور راغب السرجاني بين أظهرنا قصد المشاركة في المؤتمر الثالث للإعجاز العلمي حول القرآن الكريم والسنة النبوية الذي
كللت أعماله والحمد لله بالنجاح والتوفيق، وتتشرف بدعوة أستاذنا وشيخنا وحبيبنا الأستاذ راغب السرجاني ليلقي بين أيدينا محاضرة حول موضوع يهتم به كثيرا ويهمنا كثيرا. والدكتور راغب السرجاني هو أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب بجامعة القاهرة، وهو كذلك رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية، والمشرف على موقع قصة الإسلام إسلام ستوري، وله الكثير من المؤلفات بلغت لحد الساعة 29 كتابا في التاريخ والفكر الإسلاميين، كما أن له عدة برامج فضائية على قنوات الرسالة وقناة إقرأ وقناة الناس وغيرها. والموضوع الذي سوف يحاضرنا فيه الأستاذ الفاضل هو البراهين التاريخية والقانونية والشرعية لمغربة الصحراء، فليتفضل مشكورا. وقبل أن يبدأ الأستاذ أريد أن أذكر بأنه بعد المحاضرة سوف يتفضل الأستاذ بالإجابة على أسئلة المتدخلين التي سوف تكون أسئلة كتابية، فيمكن أثناء المحاضرة طاقم اللجنة التنظيمية سوف يجمع الأسئلة وسوف يتكلف الأستاذ بالإجابة عنها ما أمكن، وإذا بقيت هناك أسئلة سوف يجيب عنها من خلال موقعه تاريخ الإسلام. وفليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. قضية الصحراء المغربية هي من القضايا المعقدة حقيقة والشائكة، وسبب التعقيد أمور كثيرة، لعل من أبرزها غياب المعلومة الصحيحة على فترات كثيرة. الكتب والمؤلفات والوثائق التي نشرت عن تاريخ الصحراء المغربية قليلة، وهذا أدى إلى لبس كبير جدا عند كثير من الناس سواء في المغرب أو في غيرها من بلاد العالم الإسلامي المطلع على هذه القصة. بالإضافة إلى أن الاستعمار الغربي بشكل عام كلما دخل إلى بلد حرص عند الخروج منها أن يترك بعض المشكلات التي تسمح له بالدخول مرة أخرى، وترك بعض الأمور يعني بنوع من ضياع الفكرة أو ضياع المعلومة أو غياب الوضوح في الحدود أو أشياء كثيرة يتركها، بحيث يظل هناك صراع دائم على الأرض التي كان يحتلها قبل ذلك، وبالتالي يحتاج الناس دائما إلى العدو الذي كان يحتل البلاد، يحتاجون إليه لفض نزاعاتهم ومشاكلهم، وهذا ما نراه إلى حد كبير في معظم البلاد التي احتلت من قبل المستعمر الغربي. برضو أضاف إلى المشكلة دخول القوى العالمية المختلفة في حلبة الصراع، حتى الدول التي لم يكن لها ناقة ولا جمل في القضية دخلت في الموضوع، دخلت أمريكا ودخلت روسيا ودخلت يعني قوى خارج الصراع مطلقا، دخلت لأنها تفرض هيمنتها على معظم الأحداث التي تجري في العالم. كل ذلك أدى إلى تعقيد شديد جدا وإلى اختلاف وجهات النظر بين أطراف كثيرين كانوا يشتركون في هذه القضية أو هذه المسألة. عشان نفهم الأصل أو نفهم القصة فهما دقيقا لابد من العودة إلى الجذور. دراسة التاريخ هي ليست دراسة ترفية، إنما هي شرح القصة من بدايتها، يوضح الرؤية عند كثير من الناس، وبالتالي يتضح الحق من الباطل والصواب من الخطأ، ويدرك الناس أين الحقيقة. قصة الصحراء المغربية لعلها بدأت منذ مؤتمر برلين. مؤتمر برلين ده كان سنة 1884 ميلادية، يعني في القرن آخر القرن 19،
وهو مؤتمر مهم نحتاج إلى دراسة وافية عن مجرياته وعن أحداثه. في مؤتمر برلين اجتمعت الدول الاستعمارية الأوروبية الكبرى ممثلة في بريطانيا وفي فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والبرتغال، اجتمعوا لكي يقسموا أفريقيا على هذه الدول الاستعمارية الستة، ووضعوا خريطة أفريقيا وبدأوا في تقسيم هذه القارة بكاملها عليهم. وهنأتي إلى بعض التفصيلات المضحكة حقيقة في هذا المؤتمر، لكنها تمت ونفذت. وعلى فكرة مؤتمر برلين هو يعتبر من أنجح المؤتمرات الاستعمارية قاطبة، لأن معظم توصيات المؤتمر نفذت على أرض الواقع بعد ذلك، مع أنها كانت توصيات تخص مقدرات دول كاملة وقارة كاملة، لكنها نفذت على أرض الواقع في ظل غياب كبير جدا للأفارقة عن الساحة في ذلك الوقت. نرجع بالتاريخ يعني عدة سنوات قبل ذلك. فرنسا عندما دخلت إلى هذا المؤتمر دخلت وفي حوزتها دولتان إفريقيتان كبريتان، وهي دولة الجزائر سنة 1830 احتلت من قبل فرنسا، وفي سنة 1881 احتلت تونس. فكان واضح ان الدور الجاي على المغرب، يعني خدت الجزائر 1830، خدت تونس 1881. هنا فزع السلطان المغربي اللي كان بيحكم البلاد في ذلك الوقت، كان السلطان الحسن الاول، وحكم المغرب من سنة 1874 لسنة 1894. هذه الاحداث تمت في زمانه. فزع الى بريطانيا وحاول ان ينسق مع بريطانيا الحماية للمغرب ضد الاطماع الفرنسية، لان خلاص قربت جدا فرنسا من المغرب. لكن انجلترا بعدما تواعدت معه التفت واتفقت مع فرنسا، وده شيء متوقع وطبيعي، اتفقت مع فرنسا ان تغض بريطانيا الطرف عن دخول فرنسا الى المغرب في سبيل ان تغض فرنسا الطرف لبريطانيا لدخول مصر. وبالفعل دخلت بريطانيا مصر سنة 1882 وما تكلمتش فرنسا، وبالتالي أصبح الطريق مفتوحا لفرنسا لدخول المغرب. فدخلت المؤتمر مؤتمر برلين بهذه النفسية وهذا التفكير على أن المغرب حق كامل لدولة فرنسا. في أثناء المؤتمر حصل نزاع ما بين فرنسا وأسبانيا على المغرب، يعني كل واحدة من الدولتين عايزين ياخدوا المغرب، واتفق في داخل المؤتمر على تقسيم المغرب بينهما. انظر، نحن نتكلم عن دول وعن شعوب وعن مقدرات يعني لقارة كاملة، بالنسبة للمغرب حصل صراع وصدام بين فرنسا وأسبانيا ولم يتفق إلا بالتقسيم، أن تقسم المغرب على الدولتين. إزاي التقسيم ده؟ ما تمش آلية في ذلك الوقت للتقسيم. بدأوا يقسموا بقية أفريقيا. اعترض إمبراطور ألمانيا في ذلك الوقت وكان يريد أن يأخذ طنجة. طنجة طبعاً الميناء المغربي المهم للغاية، فكان عايز يأخذ طنجة. فتخيلوا، انظروا إلى هذا الذي يحدث على في هذا المؤتمر للدول الإفريقية. فأسكتوه بإعطائه الكونغو. قالوا لا خلاص ما تاخدش طنجة، لأن طنجة تخش ألمانيا هتبوظ الحزبة في داخل المغرب، يبقى في ثلاث دول في داخل المغرب. فأحسن نديك الكونغو، وقبل وخد الكونغو، يعني خد دولة، يعني رضوه بدولة من دول أفريقية. وسكت إمبراطور ألمانيا في ذلك الوقت. طنجة في ذلك الوقت كانت تدار بمجلس فرنسي أسباني، مع أن هي كانت في ظل السيادة المغربية، لكن كان تدار بظل مجلس في عدة يعني نواب، وكان معظم هؤلاء النواب يتبعون لفرنسا ولأسبانيا. فالوضع فيها أيضا ما كانش مستقر في داخل طنجة نفسها. في سنة 1884 بعد مؤتمر برلين بقليل للغاية، في نفس السنة بتاعت مؤتمر برلين بعده بعدة شهور أو عدة أيام بعد ما انتهى المؤتمر مباشرة، أسرعت أسبانيا بنزول إلى الصحراء المغربية. في ذلك الوقت دولة المغرب كانت تشمل، والتاريخ يعني يذكر ذلك في يعني كتبه وفي أوراقه، كانت دولة المغرب تشمل المغرب الآن الحالية والصحراء المغربية وموريتانيا، كل ده كان دولة واحدة يعني تابع لدولة المغرب.
ما كانش الحدود بالوضوح المعروف الآن، وما كانتش العلاقة ما بين القبائل التي تعيش في الصحراء في الصحراء المغربية وفي موريتانيا بنفس قوة العلاقة الموجودة ما بين الدول بين المدن المغربية المختلفة والسلطان المغربي الحسن الأول في ذلك الوقت، لكن كانت تتبع لدولة المغرب، وعند حدوث أزمة من الأزمات كانوا يتجهون إلى السلطان المغربي لحل الأزمات والمشاكل التي تحدث بينهم. فكانت هذه دولة واحدة كبرى اسمها دولة المغرب، المغرب الأقصى، اللي تشمل كل هذه المساحة الغربية من أفريقيا. فلما دخلت أسبانيا بأساطيلها دخلت في دولة المغرب، دخلت في الصحراء المغربية، وهذا أثار حفيظة فرنسا، لأن فرنسا متفقة على تقسيم المغرب اللي هي نزلت الآن فيها أسبانيا، متفقة على تقسيم المغرب مع دولة أسبانيا. فأثار ذلك حفيظة فرنسا وبدأت في جدال وصراع مع أسبانيا، صراع دبلوماسي ما بين الوزراء والملوك. وظل هذا الصراع حوالي 16 سنة ما بين فرنسا وما بين أسبانيا على قضية الصحراء المغربية التي نزلت فيها أسبانيا، لأن فرنسا ترى لها حقا فيها. واتفقوا في النهاية سنة 1900 بعد صراعات طويلة جدا دبلوماسية كما ذكرنا على الاعتراف، اعترفت فرنسا بأحقية أسبانيا في الصحراء المغربية. الكلام ده كان سنة 1900. في هذه الأثناء سنة 1894 كان مات السلطان الحسن الأول وتولى من بعده ابنه عبد العزيز ابن الحسن الأول، تولى من سنة 1894 وفضل قاعد معنا لحد سنة 1907، يعني حوالي 13 سنة. في زمانه اعترفت فرنسا بملكية الصحراء المغربية اللي هي أصلا كانت عايزة تقسمها مع أو تقسم المغرب كلها مع أسبانيا لأسبانيا، وبالتالي بدأت فرنسا تبحث لها عن مكان جديد في الدولة المغربية. خلي بالنا أن في مؤتمر برلين قسموا أفريقيا كلها، لم يتركوا فيها جزئية واحدة، فدولة المغرب التي كانت تشمل المغرب والصحراء المغربية وموريتانيا كلها كانت بين فرنسا وموريتانيا، وبقية العالم بقية أفريقيا توزعت كلها، كل واحد خد جزئية من الجزئيات. في هذا الوقت لما لقت فرنسا أن خلاص الموضوع خرج من إيديها بالنسبة للصحراء المغربية، نزلت سنة 1902 إلى موريتانيا اللي هي كانت الجزء الجنوبي من المملكة المغربية، ونزلت بأساطيلها واحتلت موريتانيا سنة 1902. موريتانيا يعني أرض المسلمين باللغة الأسبانية، فنزلت إلى موريتانيا واحتلتها، وبالتالي بدأ كل الدولتين الاستعماريتين يتصارعوا على قضية أجزاء المغرب المختلفة. لما حصل هذا الاحتلال حصل عدة ثورات طبعا وعدة مقاومات عسكرية في الصحراء المغربية وفي موريتانيا وفي طبعا اللي هي جنوب المغرب في ذلك الوقت، ما كانتش لسه تعرف باسم موريتانيا كدولة، عمرها ما أعلنت كدولة مستقلة، مش هتعلن دولة مستقلة إلا بعد خروج فرنسا تماما من موريتانيا سنة 1960، لكن قبل كده ما كانش فيه في التاريخ دولة بهذا الاسم، إنما كانت تابعة للمملكة المغربية. في هذا الوقت حصل عدة ثورات في المغرب لخروج المستعمرين من الصحراء المغربية ومن موريتانيا، وكان قائد هذه الثورات شيخ جليل جدا من شيوخ الصحراء المغربية، وهو الشيخ ماء العينين ابن محمد فاضل القلقمي، وهذا من العلماء والفقهاء، وكان صاحب حركة جهادية إسلامية واضحة، وقاوم مقاومة كبيرة جدا حتى يعني أنهك الجيش الأسباني بشكل ملموس، وكذلك أنهك الجيش الفرنسي في جنوب المملكة المغربية في موريتانيا، واضطر في النهاية إلى تأسيس مدينة جديدة في عمق الصحراء اسمها مدينة السمارة، وهذه المدينة اللي كان يجذب إليها المجاهدين من أطراف مختلفة للقيام بحركات الجهاد المتتالية ضد المستعمر الأسباني ثم المستعمر الفرنسي. وحاول أن هو يستعين بالسلطان عبد الحفيظ، السلطان عبد العزيز ابن الحسن الأول، وأمده أحيانا ببعض القوات، لكن تلقى تحذير مباشر من فرنسا بعدم التدخل في منطقة الصحراء المغربية. طبعا الوضع كان في حالة من الضعف الشديدة،
في العالم الإسلامي بشكل عام وفي أفريقيا أيضا كلها. وكان العالم الغربي بيقتسم زي ما احنا شايفين، العالم الإسلامي عندناش القدرة الكافية على الرد على هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقنا ولأرضنا ولمقدساتنا وكل مقدرات الدولة. في سنة 1906 تطور الموضوع تطور كبير جدا عندما دخلت فرنسا إلى وجدة في أقصى شرق المملكة بالقرب من الحدود الجزائرية واحتلت وجدة، والتفت الأساطيل الفرنسية واحتلت الدار البيضاء من على الأطلسي، وأصبح دخول فرنسا إلى المغرب أمر واقع في شمالها. وفرنسا وأسبانيا شهدت هذا الموضوع فدخلت بجيوشها إلى منطقة الريف المغربي، فأصبحت أسبانيا تحتل منطقة الريف المغربي، وأصبحت فرنسا تحتل شرق المغرب مع الدار البيضاء مع أقصى الجنوب اللي هي منطقة موريتانيا. فبدأت القوى الاستعمارية الاثنين يتصارعوا مع بعضهم على أرض المسلمين في المغرب. في ذلك الوقت حصل ثورة كبيرة سنة 1907 على السلطان عبد الحفيظ عبد العزيز ابن الحسن الأول نتيجة عدم قدرته على رد هذا الهجوم الاستعماري الكبير، وهرب أو خلع السلطان عبد العزيز وولي مكانه أخوه السلطان عبد الحفيظ ابن الحسن الأول، وهذا تولى من سنة 1907 لسنة 1912 خمس سنوات، وحاول أن هو يرد القوى الاستعمارية، فرض الكثير من الضرائب على الشعب المغربي حتى يستطيع أن هو يجهز الجيوش، لكن هذه الضرائب أثقلت الشعب بشكل كبير جدا، وفي النهاية حصل نوع من الصدام بينه وبين شعبه، وحاصر الشعب السلطان عبد الحفيظ في مدينة فاس سنة 1911. ودخلت فرنسا لحماية السلطان، ونقل السلطان بعد ذلك إلى مدينة طنجة، ومدينة طنجة في ذلك الوقت كانت فعلا تدار بمجلس كبير فيه 26 نائب، 22 نائب يعينهم فرنسا وأسبانيا، وثلاث نواب يعينهم السلطان، ونائب يعينه الحاخام اليهودي في المغرب. فالوضع طبعا كان متردي للغاية. حصل ان هو السلطان عبد العزيز وثم السلطان عبد الحفيظ الاثنين توجهوا لطنجة في حماية فرنسا واسبانيا، وولي على البلاد في ذلك الوقت اخوهم الثالث السلطان يوسف ابن الحسن الاول، اتولى من سنة 1912 وظل الى سنة 1927، يعني حوالي 15 سنة متتالية. في هذه الأثناء دارت الحرب العالمية الأولى، كانت من سنة 1914 لسنة 1918، وحصل نوع برضو من الهدوء النسبي في هذه الفترة نتيجة انشغال فرنسا بالحروب الحرب العالمية الأولى، حرب عالمية كبيرة على مستوى العالم. ولكن في سنة 1919 قامت ثورة كبيرة جدا في المغرب بقيادة عبد الكريم الخطابي، الأمير عبد الكريم الخطابي رحمه الله من كبار المجاهدين في تاريخ الأمة الإسلامية، ولكنه ما لبث أن توفي، وبعد أن مات حمل اللواء من بعد ابنه القاضي المجاهد محمد ابن عبد الكريم الخطابي، وأوجع الجيش الأسباني على وجه الخصوص في ثورات متعددة كثيرة للغاية، وانتهى الأمر باعتقاله ونفيه عن البلاد في سنة 1925 إلى جزيرة رينيون في المحيط الهندي. وتأزم الموقف بشكل كبير، يعني أصبحت الأمور إلى حد كبير مستقرة للأعداء في داخل الدولة المغربية، وكان شكل المغرب مقسم بطريقة غريبة جدا، شرائح، الشريحة الأولى شريحة الريف المغربي أسبانية، ثم الشريحة التي تتلوها شريحة الشمال المغربي وهي شريحة فرنسية، ثم الشريحة الثالثة الصحراء المغربية أسبانية، ثم الشريحة الرابعة موريتانيا فرنسية، يعني أسبانيا فرنسا أسبانيا فرنسا. وحصل صراع كبير جدا بين الدولتين الاستعماريتين على أرض المغرب على الحدود بينهم، وكأن هذه الأرض ملكا لهم، حصل بينهم نوع من الصراع على هذه الحدود، ودارت بينهم بعض المناوشات العسكرية على أرض المغرب. كل ده كان تشهد أرض المغرب ثورات وصدمات مع المحتل، سواء في منطقة المغرب في شمالها أو في الصحراء المغربية أو في جنوب المغرب في موريتانيا. ولعل من أكبر المعارك التي دارت في أم التونسي موقعة حول نواكشوط، وكانت مع الجيش الفرنسي، وكانت من المواقع الكبيرة جدا في هذه
المنطقة. سنة 1927 توفي السلطان يوسف وخلفه ابنه محمد الخامس ابن يوسف ابن الحسن الأول، وبدأ الحكم من سنة 1927 واستمر حكمه إلى سنة 1961 تقريبا، يعني حوالي 34 سنة. في هذه الفترة زادت الثورات بشكل كبير في المغرب، واحتدمت جدا الثورات في سنة 1952. طبعا في هذه الفترة مرت بنا الحروب العالمية الثانية الكبيرة جدا من سنة 1939 لسنة 1945. في هذه الحروب دخلت فرنسا ودخلت انجلترا هذه المعارك، وحصل صدمات ضخمة جدا، حتى اسبانيا تأثرت بالحرب ودخل هتلر إلى هذه المناطق، ويعني حصل نوع من الحرب العالمية الضارية، مات أعداد هائلة جدا من الجنود وأعداد هائلة جدا من المدنيين، وحصل تدمير للبنية التحتية في معظم الدول المشتركة في الحروب، حتى الدول المنتصرة في الحرب، ليست فقط ألمانيا ولكن الدول المنتصرة في الحرب أيضا دكت حصونها وهدمت ديارها ومات عدد كبير من جيشها. فخرجت الجيوش من هذه المعارك منهكة للغاية، انتهت المعارك سنة 1945، وحتى الدول المنتصرة خرجت منهكة وسلمت الراية. الراية قبل الحرب العالمية الأولى، قبل الحرب العالمية الثانية، كانت غالبا في يد فرنسا وإنجلترا على مستوى العالم، لكن بعد هذه الحروب انهكت جدا قوى بريطانيا وقوى فرنسا، وصارت الراية في العالم مسلمة لأمريكا والاتحاد السوفيتي. وبالتالي بدأت تتقلص الإمبراطورية الإنجليزية الضخمة الهائلة، وكذلك الإمبراطورية الفرنسية، وبدأت تتناقص الأرض من حولهم، فبدأت تتحرر الشعوب هنا وهناك. هذه الفترة اللي عقبت فترة الحرب العالمية الثانية هي التي شهدت معارك التحرير المختلفة في معظم دول العالم، ليس فقط في أفريقيا ولكن في كل بلاد العالم، لأن الحرب العالمية الثانية هزت القوى الاستعمارية بشكل كبير جدا، وبالتالي بدأت الشعوب تتخلص من المستعمرين. فمن ضمن الشعوب التي يعني نعمت بالحرية في ذلك الوقت كان الشعب المغربي. سنة 1952 قامت ثورة كبيرة جدا في المغرب، وكانوا يضعون صورة يعني السلطان محمد الخامس كنوع من الرمز، يلتفون حوله في ذلك الوقت، ولاحظت هذا فرنسا وقامت بعزل السلطان محمد الخامس وتولية رجل آخر كان اسمه محمد بن عرفة. وحصل نتيجة هذا الأمر احتدام أكبر للثورة، زادت بشكل كبير، فاضطرت فرنسا إلى نفي السلطان محمد الخامس وابنه الحسن الثاني، فنفيوا الاثنين إلى جزيرة كورسيكا، ثم بعد ذلك إلى مدغشقر. وبعد هذا النفي زادت الثورة أكثر وأكثر، وعرفت بثورة الملك والشعب. ثم اضطرت فرنسا إلى إعادة السلطان محمد الخامس وابنه بعد ذلك من النفي، وفي سنة 1956 اضطرت فرنسا واضطرت أسبانيا إلى الخروج من الأراضي المغربية الشمالية. خرجت فرنسا من شمال المغرب، وخرجت أسبانيا من الريف المغربي، وظلت أسبانيا في الصحراء المغربية، وظلت فرنسا في موريتانيا. وهدأت الأوضاع إلى حد كبير في الشمال المغربي، والتفت الناس إلى إعادة البنيان مرة ثانية في هذه المنطقة الشمالية من المغرب. استمرت الثورات في الصحراء المغربية وفي منطقة موريتانيا في منطقة الجنوب المغربي. في سنة 1958 عقدت أسبانيا مع فرنسا اتفاقية دفاع مشترك ضد الشعب المغربي الموجود في الصحراء المغربية والموجود في موريتانيا. حصل نوع من الاتفاق بينهم لقمع الثورات المسلحة التي تدور عليهم هنا وهناك، وبالفعل حصل نوع من القمع الشديد للثورات في منطقة الصحراء المغربية، فخمدت المقاومة لمدة 10 سنوات كاملة من سنة 1958 لسنة 1968 تقريبا. لكن في موريتانيا استمر الصدام، وأدى هذا الصدام إلى تحرير الجزء الجنوبي من المملكة المغربية اللي هو موريتانيا سنة 1960، وخرجت فرنسا، ولكن عند خروجها أعلنت موريتانيا استقلالا تاما كاملا عن المملكة المغربية، ودخلت كدولة مستقلة، وطبعا ده كان برضو بتأييد فرنسي. وعلى فكرة فرنسا موريتانيا بعد كده لما بدأت تحارب في الصحراء المغربية بعد هذه الأحداث بقليل، بعدها بسنة واحدة أو سنتين،
كانت تحارب طيران فرنسي في ذلك الوقت، وده شيء من اللافت للنظر في كل القارة الأفريقية، وهي علامة غريبة جدا. كل الدول اللي كانت مستعمرة أفريقيا بعد ما خرجت، أي أزمة تحصل في داخل أفريقيا يذهبوا إلى الدولة التي كانت تحتلهم والتي كانت تستعبدهم وتبيع البلاد بما فيها، فيذهبون إليها. هذا رأيناه في موريتانيا، رأيناه في السنغال، رأيناه في ساحل العاج، رأيناه في معظم الدول التي، وإلى الآن نرى مثل هذه الظروف. عندما تحدث مشكلة في أحد هذه البلاد يذهبون مباشرة إلى الدولة التي كانت تحتلهم لتحل لهم هذه المشكلة بشكل عالمي. وهذه طبعا من مآسي العصر الذي نعيش فيه. فحصل استقلال، أعلنت استقلال موريتانيا عن الكيان المغربي الكامل، وخلاص اعترفت بها دول العالم المختلفة وأصبحت دولة مستقلة. وبدأت القصة تبقى قصة الصحراء المغربية. ولجأ سنة 1961 توفي السلطان محمد الخامس وتولى الملك الحسن الثاني البلاد، ولجأ إلى الأمم المتحدة لمحاولة حل قضية الصحراء المغربية المحتلة من قبل أسبانيا من سنة 1884 إلى هذا الوقت. طبعا الأمم المتحدة يعني أمم متحدة يا إخوانا، الأمم المتحدة يعني الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية. يعني هي عملت كيان سمته الأمم المتحدة، لا يهدف هذا الكيان إلا لترسيخ مصالح وأطماع الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، لدولة الاتحاد السوفيتي تحديدا ودولة أمريكا، وبالإضافة إليهم فرنسا وبريطانيا. والاتحاد السوفيتي ضغط عشان يدخل الصين، ما يبقاش كل المعسكر غربي في الأمم المتحدة. فأصبحت هذه الخمس دول هي المؤسسة للأمم المتحدة، ولا يمكن أن يجري قرار من القرارات في هذه الدنيا بموافقة الأمم المتحدة إلا إذا وافقت هذه الدول الخمس اللي هي الدول الاستعمارية الكبرى في العالم في ذلك الوقت. وهذه الدول مع حق الفيتو كما يقولون، وحق الفيتو يعني أن أي قرار بيتاخذ في داخل الأمم المتحدة لا وزن له ولا قيمة له إن اعترضت دولة من هذه الدول. فأي قيمة لهذا الكيان وأي معنى له إن هذا الكيان يصدر قراراته؟ بدل ما كان بيسيطر على عدة دول في العالم، جاءت فكرة شيطانية أن يعمل يعني كيان كبير يضم كل دول العالم، وبالتالي تسري كلمة الدولة الاستعمارية الآن ليس على دولة معينة أو دولتين أو عشرة، ولكن على العالم أجمع. ويصبح طاعة مثل هذا الكلام هي طاعة دولية ونوع من التنسيق العالمي للتعاون بين الشعوب، وكلام كتير جدا يقال في هذا الموضوع، وهو يضحكون به على الشعوب المسكينة والضعيفة في شتى أرجاء العالم كله، العالم الإسلامي وغير الإسلامي، كله يعاني من وجود الأمم المتحدة صاحبة الأغراض والأهواء، وكلنا يرى الآثار السلبية الشديدة التي نعاني منها في كل مكان. حتى عندما يقومون بنوع من الإغاثة والنجدة، يعني الأمم المتحدة تقوم ببرامج إعطاء غذاء وإعطاء كساء وإعطاء معونات والوقوف على الحدود، من الذي صنع هذا؟ من الذي صنع مشكلة في الغذاء هنا؟ ومن الذي صنع مشكلة في الكساء هنا؟ ومن الذي وضع مشكلة في الحدود هنا؟ هم الذين فعلوا ذلك الأمر. فاللجوء إلى هذا الكيان لا معنى له بالمرة. الدول التي يعني احتلت غيرها بالقوة لا تخرج إلا بالقوة، وهذا يعني كلام التاريخ يصدقه والواقع يصدقه. 1000 سنة ولا 2000 سنة مع الأمم المتحدة لن تحل القضايا، لأن الذين يمسكونها يفتقرون تماما إلى النزاهة، وكلنا يرى ذلك ويصدقه ويعلمه. فلجأنا للأمم المتحدة سنة واثنين وثلاثة وعشرة وما فيش فايدة، لكن المقاومة عادت من جديد في الصحراء المغربية في سنة 1968، ثم اشتدت بقوة سنة 1970، وحصل انتفاضة كبيرة جدا في الصحراء المغربية اسمها انتفاضة الزملة. وفي هذه الأوقات أنهك الجيش الأسباني بشكل كبير للغاية، وطبعا احنا شايفين فرنسا خلاص خرجت وبريطانيا خرجت من دول كثيرة كانت محتلياها، وأصبحت فأسبانيا بتتشبث بأي شيء في هذه المنطقة. طبعا أسبانيا كان عندها زمان يعني ممالك هائلة، وكان عندها أساطيلها كانت تجوب العالم أجمع، وكانت القوة رقم واحد في العالم في القرن 17 الميلادي. فذكريات طويلة جدا تحاول أن تحافظ عليها، لكن خلاص الأرض تتناقص من حولها والأزمة بتشتد، والوضع يعني بدأ يعني يتقلب عليها في الصحراء المغربية. سنة 1973 أسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب،
وهي الكلمة لما تقولها بالأسباني مختصر الحروف الأولى منها تدي كلمة البوليساريو، فهي تأسيس جبهة البوليساريو، الجبهة الشعبية لتحرير إقليم الساقية الحمراء وإقليم الذهب. إقليم الساقية الحمراء اللي هو التلتين الشماليين من الصحراء المغربية، وإقليم الذهب هو التلت الجنوبي من هذه الصحراء. حصل تأسيس هذه الجبهة، وبمجرد ما أسست بدأ نشاط عسكري مباشر مع العدو، مع العدو الأسباني، وحصل نوع من الإنهاك الشديد له، واضطر في النهاية في سنة 1975 أن يقبل بالخروج من الصحراء المغربية. لكن قبل ما يخرج لازم يعمل لنا مشكلة في الصحراء المغربية عشان نفضل نعاني منها لحد سنة 2010، والله أعلم لحد سنة أدي المشكلة ممكن تستمر. فراحت أسبانيا جمعت في اتفاق اسمه اتفاق مدريد، جمعت المغرب وموريتانيا في هذا الاجتماع، وقالت هذه الأرض لكما، للمغرب ولموريتانيا. إيه دخل موريتانيا في القصة؟ ما نعرفش، بس هي دخلتها عشان يحصل نزاع مستمر في هذه المنطقة قلاقل لا تنتهي، وبالتالي يمكن لأسبانيا في يوم من الأيام أن تعود من جديد الدخول إلى هذه الأراضي. وقعد الزعماء من الدولتين في مدريد واتفقوا على هذا الأمر، الكلام ده كان في سبتمبر سنة 1975. وبعد هذا الاجتماع خرجت، يعني تجهزت الجيوش الأسبانية للخروج من أسبانيا، وأصبح فعلا خروجها أمر وشيك عدة شهور وتخرج. أسرعت المغرب وموريتانيا بعد هذا اللقاء، بعد هذا الاتفاق في مدريد، أسرعوا إلى الأمم المتحدة وإلى محكمة العدل للحكم في قضية الصحراء المغربية. في يوم 16 أكتوبر سنة 1975، يعني بعد اتفاق مدريد بشهر واحد، أصدرت محكمة العدل القرار بأن القضية لابد أن يستفتى فيها أهل المغرب أو أهل الصحراء المغربية، وده قرار في منتهى الخطورة. وما تصدر لنا الأمم المتحدة ولا محكمة العدل إلا القرارات التي تهدف إلى مصالحها، إلى مصالح الأمم المتحدة وليس إلى مصالح الشعوب. وهذه الفكرة فكرة شيطانية تهدف إلى تقسيم العالم الإسلامي أو تقسيم العالم الثالث بشكل عام إلى قطع صغيرة. طبعا لو أنت تعمل استفتاء في المنطقة، كل هات أي منطقة وعمل لها استفتاء أن هي تنفصل، عندها بعض المقدرات، بعض الإمكانيات، بعض الشواطئ، بعض الأموال، بعض الكنوز في الأراضي، بعد كذا كل فريق عايز ينعزل عن غيره ويحمل راية ويرفع علما، ويبقى اسمه دولة مستقلة فيها رئيس وفيها وزراء وفيها أمراء، وتوزع الثروات على عدد قليل من السكان. خلي بالك إن الصحراء المغربية سكانها قليلون للغاية، يعني حتى في إحصاء سنة 2005 وإحصاء حديث سكان الصحراء المغربية 373,000، يعني 3 مليون فقط في سنة 2005، وكتير منهم سنة 2005 دولت هاجروا من شمال المغرب إلى مدينة العيون وإلى غيرها في الصحراء المغربية، ليسوا أصلا من سكان الصحراء المغربية. فعدد السكان في الصحراء قليل للغاية، فانفصالها كدولة وتشجيع الأمم المتحدة ومحكمة العدل على هذا الأمر ما هو إلا هدف لتفتيت العالم الإسلامي أكثر وأكثر، مع علمهم التام بالأصول التاريخية والأصول القانونية لهذه الأراضي، وأن الأراضي بما فيها جنوب هذه الأراضي بما هو موريتانيا كان جزءا من المملكة المغربية، ليس من زمن بعيد ولكن في القرن الماضي فقط. فحصل في 16 أكتوبر هذا القرار، وانزعج طبعا المغاربة لهذا الموضوع، وبالتالي قام السلطان قام الملك الحسن الثاني بالدعوة إلى المسيرة الخضراء. وخرجت بالفعل المسيرة الخضراء، عبارة عن مسيرة مكونة من 350,000 مغربي قطعوا المغرب من شماله إلى مدينة العيون، أو دخلوا إلى الصحراء المغربية. والكلام ده كان في يوم 5 من نوفمبر سنة 1975، يعني بعد قرار الأمم المتحدة بحوالي أقل من شهر. وقعدت 4 أيام هذه المسيرة، من 5 نوفمبر 1975 ل 9 نوفمبر 1975، وعادت من جديد إلى المغرب. وطبعا ده كان نوع من الإعلان إلى مغربية هذه الصحراء بطريقة سلمية. وصلت المسيرة ثم عادت مرة ثانية إلى المغرب. في 12 يناير سنة 1976، يعني بعد الأحداث دي بشهرين فقط، خرجت الجيوش الأسبانية.
ولما خرجت الجيوش الأسبانية أسرعت المغرب وموريتانيا إلى اقتسام الصحراء المغربية، وحصل بينهم ما يسمى باتفاق المبادئ، وقسموا الصحراء المغربية إلى تلتين وتلت، تلتين الشماليين اللي هو إقليم الصقيع الحمراء مع المغرب، والتلت اللي فاضل مع الجنوبي مع موريتانيا. طبعا احنا ده برضو فيه يعني غياب رؤية، لان احنا من الاول كنا نقول الصحراء كلها مغربية، فلماذا نقبل بهذا التقسيم ونقر به؟ فكان حصل هذا الخطأ وقسمت حقيقة الصحراء المغربية، واستقر الجيش المغربي في الصحراء المغربية الشمالية، واستقر الجيش الموريتاني في الصحراء المغربية الجنوبية في اقليم الذهب. طبعا هذا الوضع لم يعجب جبهة البوليساريو اللي هي اصلا من سكان الصحراء المغربية، اللي هم قاموا بالعمليات العسكرية ضد الجيش الأسباني من سنة 73 لسنة 75. فردت على ذلك الأمر بإعلان ما يسمى بالجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية، وكان هذا الإعلان في يوم 26 فبراير سنة 1976، يعني بعد هذه الأحداث بشهر ونص تقريبا أعلنت الجمهورية الصحراوية. أين أعلنت هذه الجمهورية؟ أعلنت في تندوف في الجزائر، وتندوف أصلا أرض مغربية، وكانت هذه الأرض المغربية ضمتها فرنسا إلى الجزائر، وإحنا مرينا على هذه المنطقة دون أن نتحدث عنها. منطقة تندوف هذه حصل فيها مشكلة كبيرة في سنة 1963 عندما تحررت الجزائر 1962، طلبت المغرب بالأرض المغربية التي احتلتها فرنسا وضمتها للجزائر لأرض تندوف، فطلبت بها، فرفضت الجزائر إعطاء هذه الأرض إلى المغرب، وبالتالي دارت حرب كبيرة ما بين الجيشين المغربي والجزائري على هذه المنطقة في تندوف. الكلام ده كان سنة 1963 بعد تحرر الجزائر بسنة واحدة، وكانت عرفت في التاريخ بحرب الرمال، وكانت حرب كبيرة، وتدخل العالم العربي في ذلك الوقت وأوقفت الحرب، لكن طبعا شحنت الدولتان ضد بعضهما البعض بشكل كبير جدا. كان الأولى طبعا والأول أفضل أننا بعد خروج الاستعمار من العالم الإسلامي والعربي أن يحصل نوع من الالتفاف والاتحاد بيننا وبين بعضنا البعض، لأنهم ما دخلوا عندنا إلا عندما تفرقنا وتشرذمنا، فكيف نسعى إلى تشرذم جديد بمجرد خروج الاستعمار؟ هذا كان فيه غياب للرؤية كبير، وللأسف ما زلنا نعاني من أثاره إلى زماننا الآن. شحنت الجزائر بشكل كبير جدا ضد المغرب نتيجة هذه الحرب، ونتيجة يعني المطالبة المغربية المستمرة بإقليم أو بمحافظة تندوف في جنوب في شرق المغرب وفي جنوب الجزائر، وحصل نوع من الصراع الدبلوماسي على مدار السنوات المختلفة، وتسابق إلى الأمم المتحدة، وطبعا اختلافات الأمم المتحدة حتى بين الأشقاء بين الجزائريين والمغاربة والموريتانيين، كل ده طبعا ده في الآخر أدى إلى نوع من افتقاد الثقة بين الأطراف. فلما أعلنت الجمهورية الصحراوية انها انشئت في سنة 76 اوائل 76 فبراير 76، اول دولة اعترف بها كانت الجزائر، واستضافت دولة وهمية، هي ما فيش حاجة اسمها جمهورية الصحراوية، ما لهمش اصلا ارض يعيشوا عليها، ده عاملين الجمهورية في دولة تانية، وطمعا في اننا في يوم من الايام هناخد هذه الارض ونضمها الى هذه الكيان بتاعهم. حصل نوع من الرفض الجمهورية الصحراوية لهذا الاتفاق المغربي الموريتاني على اقتسام الصحراء المغربية، وبدأت الحروب مباشرة. يعني هي كانت لسه بتحارب أسبانيا، بعد ما خرجت أسبانيا بدأت توجه السلاح إلى الأشقاء، إلى الإخوة الأشقاء في المغرب وفي موريتانيا وهذا طبعا شيء يعني يدمي القلب حقيقة. وطيب اروح الاول موريتانيا حاربها ولا اروح الاول المغرب؟ اختاروا الطرف الاضعف اللي هو موريتانيا، وبالفعل هاجموا نواكشوط نفسها. ومن اهم هذه المعارك التي خاضوها معركه 9 يونيو سنه 1976، يعني بعد عده شهور قليله جدا من تاسيس الجمهوريه الصحراويه، وقتل في هذه المعركه مصطفى السيد الذي كان يرأس الجمهوريه الصحراويه في ذلك الوقت. لكن طبعا وضح لموريتانيا ان في مشكله كبيره هتواجهها، مشكلة الهجوم المستمر الذي وصل إلى العاصمة. وطبعا احنا بنقول ان في دول بتنفصل لا تملك مقدرات الدولة، يعني ازاي كيف يطالب الآن المجتمع الدولي أهل الصحراء المغربية بإجراء استفتاء وهم يحرصون على ذلك الأمر للانفصال أو عدم الانفصال، تكوين دولة
سكانها 373,000 مواطن. كيف يعقل هذا في وجود دولة زي دولة المغرب يقترب سكانها من 35 مليون أو لعلهم يزيدون؟ لسه الإحصاءات الحديثة ما أثبتتش بالضبط عدد السكان المغرب قد إيه دلوقتي، بس يعني يقتربون من 35 مليون أو يزيدون على 35 مليون إنسان. فهذا التفتيت واضح المعالم. فموريتانيا ما استطاعت أن تقاوم الجبهة البوليساريو، وحصل نوع من الانتهاكات الشديدة الصارخة حتى سنة 1977 هاجموا تاني على نواكشوط مرة ثانية حتى بعد مقتل مصطفى السيد، هاجموا مرة ثانية، وبالتالي بدأت موريتانيا تحاول أن تعلن التملص من هذه القضية، وقعدت سنة 79 بوساطة جزائرية مع الجمهورية الصحراوية أو مع قادة الجمهورية الصحراوية للخروج من إقليم الذهب. أنا عايز أخرج من هذا الإقليم ومحدش إيه يدخل بعد كده الأرض موريتانيا، ونتفق على هذا الموضوع. وبالفعل خرجت سنة 79 الجيوش الموريتانية من إقليم الذهب اللي هو في جنوب الصحراء المغربية عشان تمهد الطريق لدخول جبهة البوليساريو إليه، لكن بمجرد أن خرجت بعدها بعدة أيام، الكلام ده كان في أغسطس سنة 79، بعدها بعدة أيام دخلت الجيوش المغربية إلى إقليم الذهب معلنة ضم إقليم الذهب إلى التراب المغربي، وبالتالي دخلت منطقة الصحراء المغربية بكاملها في حوزة المملكة المغربية. طبعا الكلام ده ما عجبش جبهة البوليساريو، وبدأت تهاجم المغرب وتتسلل إلى داخل البلاد وتقوم بأعمال تخريبية في داخل البلاد، مما أدى إلى إنشاء الجدار الرملي في الصحراء المغربية. أسس بدأ تأسيسه سنة 1980 وانتهى سنة 1987، وبذلك يعني حصل نوع من تقليل لهذه الانتهاكات على الأراضي المغربية. وأهل الصحراء المؤيدون للجمهورية الصحراوية الديمقراطية الشعبية الوهمية هذه هاجروا إلى منطقة تندوف وبدأوا يعيشوا هناك كلاجئين في هذه المنطقة، وهم أصلا من المغاربة أصحاب يعني المنطقة ومن سكانها. في سنة 1988 بعد اتمام هذا الجدار الرملي حصل نوع من الاتفاق ما بين جبهة البوليساريو وبين المملكة المغربية على تهدئة الأمور، لأن أصبح الموضوع ملوش حل عسكري واضح. الكلام ده طبعا حصل بعد انهاك القوة الشديد للجمهورية أو لما يسمى يعني بالجمهورية الصحراوية اللي اعترفت بها معظم الدول أصحاب التوجه الماركسي الشيوعي، لأن هي أول ما قامت كان عندها توجه ماركسي وكان سائد في ذلك الزمن في الستينيات وفي السبعينيات، كان هذا التوجه موجود عند دول كثيرة. عشان كده الدول اللي اعترفت بالجمهورية الصحراوية كان معظمهم أصحاب توجه شيوعي، كان طبعا من أولهم كانت ليبيا والجزائر وفيتنام وكوبا وغيرها يعني من الدول التي اعترفت بها وإيران. إيران ساعتها طبعا كانت تحت حكم الشاه رضا بهلوي، واعترفت أفغانستان وكانت تحت الاحتلال الروسي في ذلك الوقت، يعني دول متعددة. موريتانيا نفسها اعترفت بالجمهورية الصحراوية سنة 84 بس سحبت بعد كده اعترف، إنما اعترفت نفسها بالجمهورية الصحراوية سنة 84 بعد 5 سنوات من خروجها من إقليم الذهب. سنة 88 نتيجة دخول الجزائر في مشاكل كثيرة داخلية في بلادها ونتيجة وجود المد الإسلامي الكبير سواء في المغرب أو في الجزائر ونتيجة انهاك القوة عند الجمهورية الصحراوية، اتفقت الجمهورية الصحراوية أو ما يسمى بالجمهورية الصحراوية مع المملكة المغربية على اتفاق المبادئ اللي هو قضى بوقف العمليات العسكرية بين الطرفين ومحاولة الوصول إلى حل سلمي. وقعدوا في قضية الاستفتاء، أنهم يعملوا وصلوا إلى أن نعمل استفتاء في الصحراء المغربية، لكن مين يعمل استفتاء ومين الذي يفتي برأيه؟ أصبح دلوقتي سكان الصحراء المغربية خليط ما بين السكان الذين كانوا يعيشون فيها أيام الاحتلال الإسباني والسكان الذين انتقلوا إليها بعد التحرير من الاحتلال الإسباني وامتلاك الأرض بواسطة المملكة المغربية. فحصل نوع من الاختلاف على من يصوت في هذا الاستفتاء ومن الذي يشرف على هذا الاستفتاء ومن الذي له أحقية الإقرار أو عدم إقرار نتائج هذا الاستفتاء. وحصل طبعا احنا أصلا في نوع كبير جدا من فقد الثقة بين الطرفين، فحصل تأجيل وتأجيل وتأجيل لحد سنة 99 وما فيش أي حاجة وصلوا لها في قضية الاستفتاء هذه. الكلام ده يعني 11 سنة ما وصلناش لشيء. في سنة 2000 تقدمت فرنسا وأمريكا بمشروع مشترك للأمم المتحدة بأن تقام في الصحراء المغربية منطقة حكم ذاتي تحت رعاية مغربية، حكم ذاتي يقوم به الصحراويون تحت رعاية مغربية.
ورفضت الجمهورية الصحراوية هذا الاقتراح. جابت البوليساريو رفضت هذا الاقتراح لأنها ما كانت تثق أن تأخذ حكما ذاتيا تحت رعاية المملكة المغربية، وخاصة أن الذي يرعى القصة كانت أمريكا، وأمريكا طبعا يعني لها مصالحها الخاصة في المنطقة. واستمرت المشكلة مرة ثانية، وعادت من جديد جولات المحاولات اللي هي التوفيق ما بين الآراء هنا وهناك. أمريكا توسطت وعملت 5 جولات مختلفة، لعل آخر الجولات كانت السنة دي تقريبا أو السنة أو آخر السنة الماضية، وكلها جولات فشلت ولم تصل إلى نتيجة معروفة. أهل الصحراء جبهة البوليساريو عايزين ياخدوا انفصال أو تصويت على الانفصال في المنطقة، في منطقة الصحراء المغربية، والمملكة المغربية تريد أو تميل إلى قرار الحكم الذاتي تحت رعاية الدولة المغربية، والفريقين ما وصلوش لشيء. وإحنا لازم نقف وقفة ونسأل إيه المشكلة بقى؟ يعني لماذا يعني هذه التداعيات الخطيرة التي تعاني منها الأمة الإسلامية في ذلك الوقت وهذا التقسيم؟ أين الحقيقة في هذه القضية؟ شفنا من بداية القصة أن الأرض مغربية 100%. من بداية القصة أصلا قبل دخول الجيوش الأسبانية أو دخول الجيوش الفرنسية، حتى منطقة موريتانيا كانت تابعة لمملكة المغرب في ذلك الزمن، ولعدة يعني عقود وقرون سابقة لهذه الأحداث، وما أعلنت في هذه المنطقة في موريتانيا دولة اسمها موريتانيا على مدار السنوات. لكن يعني قبل المغرب بهذا الموضوع. على فكرة المغرب كان يطالب بضم موريتانيا إلى التراب المغربي، وكان يطالب بهذا في الأمم المتحدة، وموريتانيا طالبت بجزء في الصحراء المغربية حتى تبعد أطماع المملكة المغربية في أرض موريتانيا، فقالت أنا لما أخذ شريط اللي هو إقليم الذهب هذا هيبقى نوع من التأمين للحدود الموريتانية الحديثة اللي هي أعلنت في سنة 1960. ولما دخل الجيش المغربي إلى إقليم الذهب بطل من ساعتها أن هو يطالب بأرض موريتانيا، وقبلت موريتانيا بهذا الوضع الأخير الذي استقرت عليه المغرب وموريتانيا. فالأرض مغربية والأمم المتحدة من ورائها أو من أمامها أمريكا والدول الاستعمارية المختلفة، فرنسا وأسبانيا وغيرها من هذه الدول، تسعى إلى تفتيت العالم الإسلامي وإلى تقطيعه إلى قطع صغيرة. ولو شاءوا أن يقسموا المغرب ذاتها إلى عدة أقسام لحاولوا أن يقسموا الشمال إلى عدة دول. وراجعوا يا أخواننا تاريخ السودان، راجعوا مشكلة دارفور، راجعوا مشكلة جنوب السودان، وقريبا تسمعون عن مشكلة شرق السودان وعن مشكلة شمال السودان، وراجعوا العراق وما يحدث في العراق وفصل الشمال العراق اللي يبقى كردي والوسط يبقى سني والجنوب يبقى شيعي. راجعوا في كل منطقة يدخلون هناك مشروع تقسيم مصر ذاتها إلى 3 دول، وبعضهم يقول إلى 5 دول مختلفة. هذه مشاريع معلنة في أحيان ومخفاة في أحيان أخرى وهذا كله يطلع عليه العالم الإسلامي. فأين العقل في هذا الموضوع؟ لماذا يعني لا ننتبه؟ مؤتمر برلين قاعد يقسم العالم الإسلامي والعالم الإفريقي قطعة قطعة، حتى لما دخلت فرنسا، ونسيت أقول لكم في سياق الأحداث، لما دخلت سنة 1906 إلى وجدة ودخلت بأسبانيا إلى الريف المغربي، في تحرك الإمبراطور الألماني ليأخذ طنجة، مع أنه كان اتراضى قبل كده بالكونغو، لكن تحرك ليأخذ طنجة. فردوه ازاي؟ سكتوه ازاي؟ ده تحرك بسطول كبير نحو طنجة، مش مقتنع بالكونغو، فادوله جزء من الكاميرون هدية عشان يسكت، ورجع خد جزء من الكاميرون ورجع. يعني بنتكلم في دول بيديله قطعة من دولة، دولة كاملة، نص دولة، ربع دولة، يعني يقسمون. لماذا؟ لهذه حالة من الضعف، الفرقة الشديدة، فرق تسد. هذا مبدأ يعني إنجليزي استعماري أصيل ومعروف. والعالم الآن كله الآن يسعى إلى الوحدة، فأين المسلمون اللي هو الاتحاد جزء لا يتجزأ من ديننا ومن عقيدتنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يعني هذا ويقول ربنا عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. التنازع كل واحد عايز ياخد جزء ويتزعم هذا الجزء، ثم بعد هذا بعد قليل هذا الجزء ينقسم الى جزئين ثم الى 4 ثم الى 10، ثم تضيع الهيبه وتضيع الكلمه وتضيع السياده، ويداس العالم الاسلامي تحت اقدام المستعمرين. فالى متى هذا التفتت؟ والى متى غياب هذا العقل عن المسلمين والسعي الدائم الى تفتيت القوى؟ هل يمكن لاهل الصحراء المغربيه
أن ينفصلون عن الكيان المغربي ويقيموا دولة ذات كيان محترم في العالم وهم بهذا العدد القليل والإمكانيات المحدودة. يعني تخيل أنت دولة 373 ألف إنسان فقط وفي داخلها يعني كميات كبيرة جدا من الفوسفات، ثروات يعني كبيرة، وفي داخلها مخزون من الحديد كبير 4.6 مليون طن، وفي داخلها نحاس، وفي داخلها ذهب في إقليم الذهب، وفيها منجم بقراع اللي هو بينتج لوحده 9% من إنتاج الفوسفات في العالم، وفيها إطلالة على الصحراء على أكبر حوض سمكي في أفريقيا كلها، عنده الطاقة لإنتاج 2 مليون طن سمك سنويا. بهذه الإمكانيات وبهذه الثروات هل سيتركها الأسبان أو الفرنسيون أو الأمريكان أو غيرهم من المستعمرين في العالم؟ يعني تفتيت الثروات بهذا البلاد بهذا الضعف الرؤية وقلة الحيلة وتقسيم العالم الإسلامي إلى قطع صغيرة، هذا يفتح المجال الكبير لكل دول العالم الإسلامي أن تأتي وتأكل من أمة الإسلام. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصى. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قالوا لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ولا يلقين في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن يا رسول الله؟ قالوا حب الدنيا وكراهية الموت. فعندما يحب الناس الدنيا نريد أن نقتسم شيئا من الكعكة الكبيرة، نأخذ قطعة من الأرض فيها وفيها وفيها، وكل إنسان يعني يحاول أن يسيطر على جزء من الأجزاء ويحصل التنافس والتصارع والتصادم بين المسلمين، هنا تحدث الهلكة. كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: ولا والله لا أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. هذا التنافس والتصارع على هذه الأرض هو الذي سيهلك المسلمين إن لم ينتبهوا إلى هذا الأمر الدقيق، الوحدة. لأن نحن لا نطالب فقط بوحدة الصحراء المغربية وموريتانيا والمغرب في كيان واحد، ولكن نطالب العالم الإسلامي كله بالتوحد، المغرب مع الجزائر مع تونس مع ليبيا مع مصر مع بقية أرجاء العالم الإسلامي، نطالب أن يعود العالم الإسلامي مرة ثانية وحدة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذا في كتاب ربنا عز وجل. العالم يسعى إلى الوحدة الآن، اتحاد أوروبي، انظروا إلى اتحاد أوروبي وإلى يعني بركات الوحدة على هذه الشعوب المتناحرة أصلا. يعني دخل في هذا الاتحاد ألمانيا مع فرنسا مع إنجلترا يعني في 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 كيان واحد، في مع إيطاليا مع إسبانيا مع دول دارت بينها معارك ودماء وأشلاء كثيرة، دول لها لغات مختلفة وتاريخ متصارع ومشاكل متصارعة ومصالح متنافرة أشياء كثيرة، لكن في النهاية اكتشفوا أنه لا سبيل إلى التواجد على ساحة هذه الخريطة العالمية إلا بالاتحاد، فحصل الاتحاد. فلماذا غاب عن أذهاننا وحضر إلى أذهانهم؟ فلابد أن نقف وقفة جادة مع أنفسنا، ولابد أن نسعى محاولة جادة لإعادة استيعاب كل المتصارعين والمتشاجرين من أبناء الأمة الإسلامية في كيان واحد يضمهم جميعا تحت لواء واحد وتحت راية واحدة. طبعا المشكلة طبعا المغربية أو مشكلة الصحراء المغربية ليست مشكلة بسيطة ممكن وإحنا قاعدين في قاعدة كده قلنا يا جماعة عايزين نتوحد نتوحد. أنا عارف إن المشكلة معقدة ودارت فيها أخطاء كثيرة من كل الأطراف، يعني ما ليس هناك طرف اشترك في هذه القضية إلا وأخطأ أخطاء متعددة. ولعل من أخطاء المغرب أنها تركت القضية من سنة 56 لسنة 75 لم تشترك فيها باشتراك عسكري. بعد خروج فرنسا وأسبانيا من الشمال المغربي كان واجبا على المغرب أن تسعى بحلول عسكرية لإخراج أسبانيا من الصحراء المغربية، لكن ما حصلش. عشان كده لما حصلت انتفاضة عسكرية من سنة 73 ل75 شعر جبهة البوليساريو أو شعر أهل الصحراء المغربية أنهم هم الذين حرروا البلاد فلينفصلوا بها. وطبعا أي مش أي حد حرر جزئية من البلاد ينفصل بها وإلا خلاص نصنع مستقبلنا عن دولة الرباط ودولة الدار البيضاء ودولة فاس وهكذا تقسم البلاد. لكن لا ننكر أن الحل العسكري في ذلك الوقت كان ضرورة، وما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، وأن السعي في سكة الأمم المتحدة وطريق الأمم المتحدة لا يمكن أبدا أن يأتي بالثمار. ورأينا يعني غياب الرؤية في مواقف كثيرة عندما نطالب بأرض المغرب كلها
ابتداء من موريتانيا والصحراء المغربية والمغرب، ثم بعد ذلك نجلس في اتفاق مع موريتانيا بتقسيم البلاد، تقسيم الصحراء المغربية إلى ثلثين وثلث. هذا أيضا كان غياب رؤية، وما كان يستقيم وعمل أشياء كثيرة جدا من الاضطرابات الفكرية والتاريخية في المنطقة. طبعا كانت في أخطاء مباشرة لجبهة البوليساريو، كيف تحمل السلاح مهما كان، كائنا ما كان ما حدث، كيف تحمل السلاح في وجه إخوانها من المسلمين المغاربة، سواء كان في منطقة المغرب الشمالية أو في منطقة موريتانيا. فهذا كان أيضا خطأ كبير جدا لا يغتفر لمثل أولئك المسلمين المغاربة الذين يعيشون في نفس المنطقة منذ عدة عقود ومنذ عدة قرون. خطأ كبير جدا من الجزائر أن ترعى الصحراء، أن ترعى الجمهورية الصحراوية وتعطي لها التأييد الدبلوماسي والتأييد العسكري والتأييد كذا وكذا في أرض تندوف اللي أصلا أرض مغربية. وطبعا الصدام الذي كان بين الجزائر والمغرب سنة 63 في حرب الرمال كان يعني مسببا لهذا الصراع، ومحاولة إقامة توازنات في داخل المنطقة بين الجزائر والمغرب، وأيضا محاولة الوصول إلى طريق للمحيط الأطلسي عبر الصحراء المغربية. كل هذا لا يبرر بحال من الأحوال أن أرعى مجموعة تخرج عن كيان دولة وتحاول أن تقسم الدولة إلى عدة أقسام. يعني أخطاء متكررة من هنا وهناك، ولعل من أبرز الأخطاء أخطاء الأمة الإسلامية نفسها. أين الأمة الإسلامية في هذه القضية؟ وأين الجامعة العربية؟ وأين الاجتماعات المتتالية التي يقومون بها هنا وهناك لحل مشاكلنا الداخلية؟ إن كنا نفعل هذا مع مشاكل داخلية تدور بين المغرب والجزائر وأهل الصحراء المغربية وكذا، فكيف سنفعل مع قضايا فلسطين وقضايا العراق وقضايا الشيشان وقضايا أفغانستان التي تدور مع أطراف خارجية؟ إذا كنا على مستوى الداخلي لا نستطيع أن نحل مشاكلنا، فكيف يمكن أن نحل مشاكلنا على المستوى الخارجي مع الأعداء الخارجيين؟ نحتاج إلى وقفة كبيرة جدا حقيقة إلى الخروج من هذه الأزمة. لعل بعض الحلول التي أطرحها لهذه القضية، وأنا أنادي بها يعني أهل المغرب حكومة وشعبا، وأنادي أيضا أهل الصحراء المغربية وأنادي المسلمين في كل مكان، أولا إزكاء الروح الإسلامية في كل هذه المناطق الكثيرة. حقيقة الكلام ده مش كلام نظري، إزكاء الروح الإسلامية وعودة المسلمين إلى دينهم كفيل بتوحيد هذه الكيانات المختلفة. ما توحد المسلمون في تاريخهم إلا بالإسلام، كلما رفعت راية غير إسلامية بيحصل نوع من التفتت الشديد. لما حصل رفع رايات قومية ورايات قبلية وما إلى ذلك، قسم العالم الإسلامي إلى عشرات بل ومئات الدويلات في بعض الفترات. بيكفي أن قبل الحروب الصليبية، لعلكم يعني قرأتم كتابي في الحروب الصليبية، قبل الحروب الصليبية كانت الشام مقسمة إلى عدة ولايات وإمارات. سوريا فقط كان في داخلها إمارة دمشق وإمارة حلب وإمارة حمص وإمارة حماة وإمارة اللاذقية وإمارة شايزر، كل هذا في دولة سوريا. يعني دولة سوريا نفسها كانت مقسمة إلى عدة دولات، كل دولة عليها أمير وعليها حاكم وبينهما صراعات وصدامات. لبنان نفسها كانت مقسمة إلى عدة إمارات، بيروت كانت إمارة منفصلة، وطرابلس إمارة منفصلة، وصيدا إمارة منفصلة. تخيل، هذه ما هي إلا مدينة واحدة ومع ذلك تكون فيها إمارة مستقلة. فعندما دخل الصليبيون أكلوا البلاد والعباد، انتهت القضية، ما ليس هناك كيان يستطيع أن يقف أمامهم، بل كان يدل الأخ الصليبيين على أخيه حتى يتركه الصليبيون ويأخذون أخاه. هذا وصلت إليه العالم الأمة الإسلامية، ويقرأوا التاريخ. إذا وصلنا إلى هذه الدراية بالتاريخ فلا يجب أبدا أن نعيد تكرار هذه المآسي الكبيرة. كيف عاد المسلمون إلى يعني امتلاك زمام الأمور وإلى السيطرة على المقدرات في المعارك والانتصار على الصليبيين؟ عادوا عندما رفعت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندما عاد الناس إلى دينهم. وهذا والله فيه عز للبلاد. وليس أنا أعلم طبعا أن كل الحكومات تخاف من الإسلام السياسي وتخاف من إعلان الإسلام كنوع من الاضطرابات في البلاد، والغرب بالذات شغال أن الإسلام يساوي الإرهاب. أنا أعلم ذلك، لكن أنا أقول، أنا أدعو العالم كله إلى النظر حقيقة إلى طبيعة. نحن نريد أن ننشر الإسلام الصحيح. الإسلام الصحيح ليس فيه عنف وليس فيه إرهاب وليس فيه تدمير. الإسلام الصحيح هو دين السماحة والرحمة، أكبر
خلق ذكر في القرآن الكريم تكرر أكثر من 310 مرات، يعني حوالي 317 أو 19 مرة خلق الرحمة في القرآن الكريم. وهذا سلوك عام للمسلمين في طريق حياتهم عندما يعودون إلى دينهم ويتقربون إلى الله بالرحمة التي بينهم، بل والرحمة مع غير المسلمين، بل والرحمة أحيانا مع الأعداء المقاتلين. عندنا ضوابط في حروبنا مع الأعداء ما نستطيع أن نتعداها لكون ديننا يحكمنا ويربطنا بالله عز وجل. فإذا عادت الأمة إلى دينها عودا حقيقيا، فإني أضمن لكم أن يتحد المسلمون ليس فقط في دولة المغرب ولكن في كل بلاد العالم الإسلامي. وليس ذلك على الله بعزيز. ما نمر به الآن يا إخواننا هي فترة من فترات الكبوة التي تمر بها الأمة الإسلامية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. سيعود إن شاء الله الخير لهذه الأمة وسترفع الراية من جديد ويتوحد المسلمون من جديد، لكن نريد أن يكون لنا دور في مثل هذا الأمر ولا نتفتت على الصعيد الداخلي الضيق، فإننا محال أن نتوحد على الصعيدة الكبرى إلا إذا توحدنا على الصعيد الضيق الأول، وهو ما يسمى بترتيب البيت الداخلي. نتوحد ككيان مغربي واحد، ثم بعد ذلك نسعى إلى فك الصراعات وإلى تصفير النزاعات كما يقول أحمد داود أغلو وزير خارجية تركيا. وهذه نظرية في منتهى الروعة قام بها أحمد داود أغلو، وهي نظرية تستحق التقدير والثناء والإجلال والتعظيم حقيقة، ونفذوها في تركيا. بدأت تركيا تصفر نزاعاتها. يعني إيه تصفر نزاعاتها؟ نصل بالنزاع إلى نقطة الصفر، يعني وكأن شيئا لم يكن. خلينا نبتدي صفحة جديدة من الأول. خلينا يا أهل الصحراء المغربية جميعا، يا من قاتلتم قبل ذلك أو قتلتم، وأهل المغرب يا من قاتلتم ومن قتلتم، ننسى كل ما سبق ونبدأ صفحة جديدة بيضاء لا حروب فيها ولا دماء ولا أشلاء ولا استنزاف ثروات ولا أي شيء. نعيد من جديد بناء هذا الكيان كيانا موحدا قويا. بل أدعو المغرب مع الجزائر أن يصفروا النزاعات تماما، وأن يعيدوا اللقاء مرة ثانية على أرضية بيضاء لا نزاع فيها. وفعلت ذلك دول لا تعرف الله عز وجل، فلماذا لا نفعله نحن ونحن نعرف الله عز وجل؟ فهي دعوة حقيقية واقعية عملية قامت بها دول كثيرة من دول العالم وتوحدت على أساسها وأصبحت قوة لا بأس بها أو قوة معتد بها في العالم. الكيان الأوروبي الآن الاقتصاد رقم واحد في العالم، السوق الأوروبية المشتركة أو الاتحاد الأوروبي هو الكيان الاقتصادي رقم واحد في العالم. طبعا لو تيجي للدول أمريكا رقم واحد والدولة الثانية وراها بعيد جدا جدا، لكن لما توحدوا مع بعض أصبحوا الكيان رقم واحد، وأصبح اليورو أثبت من الدولار، وأصبح في كيان بالعكس دلوقتي بيفكروا يعملوا جيش أوروبي موحد. هذه الدول التي كانت تتصارع مع بعض البعض منذ سنوات قليلة جدا، فحرام أن يكون هذا الأمر عند غيرنا ولا يكون عند المسلمين. فأنا أدعو يعني العالم الإسلامي إلى العودة إلى دينه. والله إن عدنا إلى ديننا رأينا الحق حقا واضحا جليا. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم. نحن نضل كثيرا ونبتعد عن الطريق كثيرا وتغيب عندنا الرؤية كثيرا. لماذا؟ لأننا نحلل كل الأحداث دون العودة إلى كتاب الله عز وجل. لو كان بيننا صلى الله عليه وسلم أكان يرضيه أن يتفرق المسلمون ويتشرذمون وكل قبيلة ترفع راية وتعمل دولة؟ أكان يرضيه هذا الأمر؟ أم كان يجمع هذا وذاك ويقول دعوها الجاهلية والصراع على القبلية فإنها منتنة؟ فهذا ما كان يدعو إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ونحن ما اجتمعنا في هذا المكان إلا إرضاء لله عز وجل ولرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يرضيه. فلنتنازل عن أهوائنا وشهواتنا ورغباتنا الذاتية ولننظر إلى مصلحة الأمة الإسلامية وإلى مصلحة هذا الدين، وعندها سيرفع رأسنا في الدنيا وفي الآخرة بإذن الله رب العالمين. لعل من أبرز الأدوار أن يقوم العلماء المغاربة بكتابة تاريخ هذه المنطقة بوضوح. نحن نفتقر إلى المعلومات الصحيحة يا أخواننا وإلى الوثائق الدقيقة. وأنا أكتب يعني قصة الصحراء المغربية وسجلتها على موقعي، على موقع قصة الإسلام، وهي موجودة في كتاب بين التاريخ والواقع في الجزء الثالث منه. وأنا أكتب هذا الموضوع يعني كانت هناك مشكلة كبيرة للغاية في الحصول على المصادر، مع أن القضية قضية ماسة وقضية خطيرة. لماذا لا تؤلف المؤلفات الدقيقة المؤيدة ببراهين وأدلة قوية من علماء متخصصين في هذا المجال ويعيشون على الأرض الواقع ويمسحون
الطريق ويلتقون مع الناس ويسجلون هذه المشاهدات بشكل يعلن للعالم أجمع. ولعل بعض هذه الدراسات موجود، لكنه حبيس المكتبات الأكاديمية والمناظرات الجدلية بين العلماء في قاعات منعزلة عن الجمهور، فيحصل نوع من الاضطراب في الفهم عند عموم الناس. نريد لهذه القضية أن تنتشر بفهم صحيح ومعلومات دقيقة بين العالم أجمع. صفحات الإنترنت الآن تنشر كل شيء، والفضائيات تنقل كل شيء، والعالم أصبح قرية صغيرة. نريد أن ننشر هذه المعلومات الصحيحة حتى يعني يفهم المسلمون حقيقة أمرهم وحقيقة تاريخهم. نريد أيضا من الحكومة المغربية الاهتمام الشديد الشديد بإخواننا المغاربة اللي هم من الصحراء المغربية، وحالهم في منطقة تندوف وما حولها حال كلنا يعلمه. ولا أعني في ذلك الوقت، لا أعني أن تمد لهم قوافل الإغاثة الإنسانية أو تذهب إليهم القوافل التي تحمل الطعام والشراب، لا أريد هذا الأمر، ولكن أريد اهتماما حقيقيا يمكنهم في هذه المنطقة التي كانوا يعيشون فيها سنوات وسنوات، يشعرون أن هذا جزءا لا يتجزأ من دولتهم، فيشعرون بالانتماء الطبيعي إلى المملكة. لا تستطيع أن تفرض الانتماء على إنسان، الإنسان الذي يشعر أنه مضطهد وأنه محارب وأنه لا يجد ما يأكل ولا يجد ما يسد رمقه، لا يستطيع أن يعطي انتماءه إلى الكيان. ولكن إذا شعر أنه إذا مرت أزمة بالدولة فالكل يعاني، وإذا أتى خير إلى الدولة فالكل يصيبه الخير، هنا يحدث الانتماء بشكل طبيعي. لذلك أنا أريد من الحكومة المغربية أن تقوم باستصلاح كامل أو على قدر ما تستطيع لهذه الصحراء المغربية، وتنشئ فيها المدن وتستفيد من تجارب الدول التي أنشأت يعني مدنا كاملة في الصحراء. عندنا في مصر على سبيل المثال عملنا مدينة العاشر من رمضان، ومدينة السادات، ومدينة النبرية، ومدينة 6 أكتوبر، وعدة مدن كثيرة في الصحراء من لا شيء، وأسست المدينة وأصبح فيها سكان كثيرون، وجاءت المصانع وفتحت أبوابها والمزارع وغيرها وغيرها، وأسست حياة. لماذا لا تتحول الصحراء المغربية إلى هذا الوضع الذي فيه حياة، وتقلب هذه الصحراء إلى جنات؟ وهذا ليس بالأمر الصعب ولا الأمر المستحيل، والعالم الإسلامي يا إخوانا لا تنقصه الأموال. افتح أبواب الاستثمارات وهات استثمارات من الشرق ومن الغرب، بشرط أن تكون هذه الاستثمارات إسلامية، ولا داعي لإدخال العدو مرة ثانية في داخل البلاد. حتى الشركات الاستعمارية التي تنتمي إلى أمريكا وإلى فرنسا وإلى أسبانيا لا داعي لتواجدها في هذه المناطق، لأن كلها لها أطماع وكلها لها اتصالات بحكوماتها. فلنستعن بشركات أخرى كثيرة متناثرة في العالم أجمع، ويكون عندنا وضوح رؤية في أن هذه المنطقة تستصلح لخير المسلمين ولخير المغاربة ولخير المنطقة بكاملها. وندعو إلى يعني أن ترفع الجزائر يدها عن يعني التموين والتمويل والدعم سواء المعنوي ولا المادي لهذه الحركات الانفصالية عن الكيان، بل ندعو إلى التصالح وإلى العودة من جديد إلى يعني طاولة يضع فيها الأخ يده في يد أخيه، ونحاول من جديد بناء مجتمع سلمي ما بين مسلمين في الجزائر وبين مسلمين في المغرب. وده من أقوى الكيانات التي يجب أن تتحد، يعني إذا ما كانش يحصل وحدة ما بين المغرب والجزائر وتونس تحصل بين مين ومين؟ يعني هذا لهم طبائع مشتركة كثيرة جدا، ولهم تاريخ مشترك كثير جدا، ولغة مشتركة بينهم، ومصالح متبادلة بينهم، كيف ودين واحد وراية واحدة قبل كل ذلك وبعده؟ فلماذا لا يحدث هذا الاتحاد؟ والله ليس صعبا، ولكن يحتاج إلى مجموعة من المخلصين الذين يتنازلون عن أحقاد الماضي ولا ينظرون إلى ورائهم، ويعودون كما يعني ذكر أحمد داود أغلو إلى سياسة تصفير النزاعات، وهي سياسة إسلامية صرفة، تصفير النزاعات، ننسى ما سبق ونبدأ في الوصول إلى ما يرضينا. ولا يعني ذلك أننا أريد يعني تسليم رجال البروساليو إلى الإعدام أو إلى القتل أو إلى الحبس أبدا، بالعكس أنا أطالب المملكة المغربية أن تصدر عفوا شاملا عن كل من قام بحرب ضد المغرب في هذه الأيام السابقة، عفو شامل، وتعالوا ارجعوا تاني لأرضكم وخلاص عفى الله عما سلف، ونبتدي بالعكس اديهم
وزارات وديهم كيانات يحكموها، ويرضي هذا المطمع الذي في داخل الإنسان الطبيعي. أي واحد فينا يريد منصبا هنا، ويريد مالا هنا، ويريد أرضا هنا، نعطي هذا في داخل الكيان الواحد، بدل ما يبقى ما قدموش حل من اتنين، يا إما أنه هو يحارب حتى أنه يا إما يسجن، فخلاص هيضطر يحارب، ما عندوش اختيار آخر. أما إذا أطلقنا عفوا شاملا حقيقيا، ليس فيه نوع من الملاعبات السياسية، إنما هو نوع حقيقي من العفو الشامل الذي يهدف إلى استخدام هذه الطاقات لنصرة وفائدة وخير المغرب بكاملها. إن حدث هذا الموضوع وحصل نوع من التوافق، ووجدوا صدق العرض، ووجدوا الثقة في المطروح، لعل القلوب تميل، ولعل الأمور إن شاء الله تسير إلى الأفضل، ويأتي هؤلاء. وما مانع أن تقسم الصحراء المغربية إلى عدة محافظات، ويكون هؤلاء على رؤوس هذه المحافظات تحت الكيان المغربي الكامل، وينعم الجميع بسلام حقيقي يهدف إلى الوصول إلى دولة قوية رائدة في المنطقة. هذا الكلام يا إخواني والله ليس بأحلام، ودول كثيرة طبقته في العالم، وعيب كبير على المسلمين ألا يستطيعوا أن يوحدوا أنفسهم. فليتحرك العلماء، وليتحرك الأمراء، وليتحرك أصحاب الرأي والاقتصاد والفضيلة من المسلمين في الجزائر وفي المغرب وفي موريتانيا وفي غيرها، لوضع اليد في اليد، وسنصل بإذن الله إن كانت القلوب مخلصة لله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر كثيرا دكتور راغب السرجاني الذي أتحفنا وأمتعنا كثيرا بهذا العرض القيم الذي استعرض فيه المحطات التاريخية التي تؤكد مغربية الصحراء المغربية، وخلص إلى ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير لحل هذه القضية التي تستنزف بلادنا وتستنزف المنطقة بأكملها، والذي جاء في عرضه من هذه التوصيات إذكاء الروح الإسلامية والعودة إلى الأخوة الدينية، وكذلك إلى تصفير النزاعات كما جاء يعني في وصفه، وإعادة كتابة التاريخ المغربي ببراهين وأدلة واضحة، كما دعا المسؤولين إلى الاهتمام بالمغاربة الموجودين بتندوف وإصدار عفو شامل على المغاربهم، وكذلك دعا الجزائر إلى رفع يدها عن هذه الحركات الانفصالية. فنشكر الدكتور راغب السرجاني، ونفتح المجال من أجل المناقشة ومن إجابة على أسئلة المتداخلين في حدود نصف ساعة. هو الحقيقة في أسئلة كتير مهمة، أنا هجاوب سؤالين ثلاثة. الحقيقة أنا مرهق للغاية، وإن شاء الله قاعد بالتواصل على الإنترنت على الموقع بتاعي، وأنا أدعوكم أن أنتم تدخلوا إن شاء الله، تدخلوا الحمد لله على الموقع، والرد على هذه الأسئلة بإذن الله على الموقع، لأن أنا عندي سفر بعد قليل إلى الرباط، وإخواننا اللي كانوا بيسألوا على محاضرة الرباط إن شاء الله المحاضرة تعقد غدا الساعة 3 في الرباط، وهي نفس المحاضرة اللي هي ديت إن شاء الله نعيد يعني إلقاء المحاضرة في الرباط مرة ثانية. فاللي عنده أصدقاء في الرباط يعني يذكر لهم الموعد. المكان أنا لا أعرفه، بقاعة بمبركة على الساعة 3 مساء، قاعة المدينة بمبركة. نعم. هو في سؤال بيقول إن يعني كيف السبيل إلى الوصول إلى هذه الحلول في ظل الشرعية الدولية والمعاهدات والدعوات المناهضة. يا إخواننا، زي ما قلنا في المحاضرة، الغرب لن يترك المسلمين في حالهم أبدا، لهم مصالح،
لا يمكن بحال من الأحوال أن توسط أسبانيا أو فرنسا أو إنجلترا أو أمريكا في قضايا من قضايا المسلمين ويحصل نوع من التوافق بين الطرفين على خير المسلمين، إنما يبحثون عن مصلحتهم. ولذلك فأنا أقول أن على المسلمين أن يحولوا هذه القضايا من قضايا عالمية يشترك فيها العالم أجمع إلى قضايا إسلامية بحتة، وتدور هذه القضية في إطار الوطن المغربي فقط. وإن حصل نوع من الاحتياج إلى وسيط بينهم فليكن هذا الوسيط من المسلمين أيضا، من الدول المحيطة الكثيرة الإسلامية التي يعني تزخر بها المنطقة، ولا داعي للاعتبار مطلقا بقضايا الأمم المتحدة وقضايا العالم، وخاصة أن قضية داخلية. وإيه اللي يخلي أمريكا تقعد ما بين أهل الصحراء المغربية وشمال المغرب؟ بأي معنى؟ يعني لماذا ترعى أمريكا في مانهاست في نيويورك المفاوضات يوم والثاني والثالث جولة والثانية والثالثة والخامسة؟ لماذا يا إخوانا؟ ولماذا تصرف من وقتها ومن أموالها واستقبالاتها؟ لماذا؟ لتحقق خير للمنطقة؟ هي لا تسعى لذلك مطلقا، إنما تسعى لوضع قدمها في المنطقة، تريد أن يكون لها يد في القضية، وتريد أن يتفق المسلمون على مصلحة معينة تفيد أمريكا ولا تفيدهم هم شخصيا. ولو سعى الطرفان إلى الاتحاد وقبول الاندماج دون مشاكل ما قبلت بذلك أمريكا وما قبل بذلك العالم الغربي. واحد بيقول يعني نفتح ملف سبتة ومليلة، والله يا ريت أنا عندي الوقت والقدرة دلوقتي أننا نتكلم. هذه قضية تحتاج أيضا يا إخوانا إلى يعني خلاصة الموضوع، ما أخذ بالقوة لن يرد إلا بالقوة، ما نضيعوش وقت. والله فعلا يا إخوانا مليلة احتلت سنة 1415، وأول امبارح مر على مرور على احتلال سبتة 513 سنة. أنت متخيلين هذه الأرقام؟ أكثر من 5 قرون وأكثر من 6 قرون لاحتلال مدينتين إسلاميتين في عقر دار المسلمين. يعني بأي حق وبأي منطق وبأي عقل يقبل هذا الأمر؟ هي نوع من البلطجة، هي بالضبط كده بلطجة. هم أخذوا ديت، هي دي بتاعتنا، وزي ما يقول عندنا في مصر كده ورينا عرض كتافك. عندكم الكلمة دي تسمعوها؟ يعني اعمل اللي تعمله فخلاص. مفيش، الأمم المتحدة قعدنا فيها سنين وسنين، أسبانيا نفسها مش عارفة تحرر نفسها من إنجلترا، بريطانيا تسيطر على جبل طارق من ناحية أسبانيا صح؟ وتطالب عيش في الأمم المتحدة زي ما تعيش. لا تحل هذه القضايا بهذه الصورة، ما أخذ بالقوة لا يرد إلا بالقوة، هذه قواعد يعني لابد أن نفهمها. واحد بيقول لي معلومة أنا ما أعرفهاش الحقيقة، دي حاجة خطيرة للغاية. يقول بينما تدعو إلى العفو عن يعني أهل الصحراء أو من يدعو إلى استقلالية الصحراء، هناك من يدعو إلى استقلالية منطقة الريف بشمال المغرب وهم من أبناء المغرب. هل هذا فعلا ينهر؟ يعني قولي طيب، أنا فجعت. حتى شمال المغرب هنقسمه كمان؟ يعني أنا كنت أمزح في المحاضرة وأقول جمهورية ولا دولة الدار البيضاء ودولة الرباط، هيبقى بكره ممكن نسمع عن هذه الاشياء. نحن نسخر احيانا من هذه الدعوات في ظل غياب الاسلام. من الممكن ان تحدث، من الممكن ان تحدث. قصه الاندلس لما ترجعوا لعهد ملوك الطوائف بعد ما اتفكت الدوله الامويه والدوله العامريه اللي عقبت الدوله الامويه سنه 399 هجريه، سقطت الدوله العامريه فقسمت الأندلس إلى ملوك إلى الطوائف. الأندلس على بعضها كلها، الأندلس أسبانيا والبرتغال أقل من 500,000 كيلومتر مربع. هذه المنطقة تقسمت إلى 22 دويلة، تخيل
يعني شيء مفجع. يعني كل مدينة كانت دولة، أشبيلية كانت دولة، وقرطبة كانت دولة، وغرناطة دولة، وطليطلة دولة، كل واحدة دولة. وإيه النتيجة بعد كده؟ ضاعت طليطلة وكلها كم سنة، وضاعت ساراكوستا، وضاعت بعد كده منطقة غرب الأندلس وبقت البرتغال، وهكذا. فلسه احنا بنوحد في الصحراء المغربية مع المغرب، نقول نقسم الشمال، هذا كلام والله غريب جدا. جزاكم الله كل خير، انا سبناكم مش هتخلصوا، جزاكم الله كل خير. هو حلو طبعا. دور الاعلام، قناة الجزيرة التي ما زالت تعتمد خريطة سياسية تقسم المغرب بين الشمال للمغرب والجنوب للصحراء الغربية، في طبعا في الإعلام، الرد يكون بإعلام قوي. المسلمون يحتاجون إلى إعلام قوي حقيقة. وأنا أدعو المؤسسات المغربية، وهي ما شاء الله فيها طاقات ثقافية على أرقى مستوى، وطاقات مالية موجودة، وطاقات علمية تقنية، أن يكون عندهم الإعلام الموازي، بدل من الحديث عن هذا أو ذاك. كل واحد بينشر ما يتناسب مع مصالحه، وما يتناسب مع الموازنات التي يحكم بها أمره. وقضية الصحراء المغربية للأسف الشديد لم تأخذ زخما في الإعلام العالمي على الوجه الصحيح، إنما نسمع فيها آراء يعني كلها ما أنزل الله بها من سلطان. فدور من أدوار، من أعظم أدوار المملكة المغربية، أن تعرف بهذه القضايا تعريفا صحيحا في الإعلام، وأن تنشئ إعلاما قويا. للأسف الشديد الشرق، عندنا المشرق منفصل انفصالا كبيرا عن المغرب، وعايزين نجد حل لهذه القضيه. حتى احنا عندنا في المشرق، في 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 مصر، في الخليج، في السودان، في الشام، في غيرها، يعني كثير منا لا يسمع عن اسماء علماء المغرب وعن يعني الانتاج الغزير الذي اسهموا به في كل مجالات العلوم، وعن قصه المغرب العربي بشكل عام، كل المغرب من اول ليبيا لحد المغرب العربي وغرب أفريقيا من الدول الإسلامية زي السنغال وزي مالي وزي النيجر ونيجيريا وغير ذلك. في فصل كبير فعله الاستعمار بيننا يعني نفسيا حتى، فنريد لهذا أن ينهار. ولعل من أبرز الأشياء التي تساعد على تذويب الفوارق والحواجز بين الشعوب هو قضية الإعلام. والموقع بتاعي زي ما كنت بقول في الصباح، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دولة المغرب هي الدولة الثانية في الدخول على الموقع بعد دولة مصر، وهو من المواقع المتقدمة جدا في المغرب، موقع islamstory.com. وهذا يعني أثلج صدري جدا للعمل، نوع من الترابط بين المشرق والمغرب، وكله في الآخر مسلم. فيعني هذا التعاطف طبيعي جدا وتلقائي، احنا بنحب بعض بس عشان احنا مسلمين. مجرد ما بنشوف واحد والله مسلم، انا بنشوف مسلمين في مشارق الارض ومغاربها، في بلاد غربيه ليس فيها العدد قليل من المسلمين، عرفت ان مسلم خلاص انتقلت عاطفه الحب مباشره الى قلبك وقلبي، مع ان انتم من بلاد متباعده وقد لا تكونوا عمركم ما شفتوا بعض قبل كده، لكن هذه العاطفه ما نريد لها ان تضيع. ننشر هذه العاطفه عن طريق هذا الاعلام العظيم، نرد على الاعلام الذي يشوه الصورة وينشر حقائق، أو يعني ينشر تزوير على أنه حقيقة، بإعلام صحيح وقوي وتقني وعلى أعلى مستوى ومسوق له ومنفق عليه، يعرف بالقضايا ويعني يتعايش مع الناس. كيف نقنع المسؤولين على إيه؟ قناة الجزيرة.
الجزيرة. ابعت لهم هتعمل ايه؟ لو انت بعت لهم كتير، وده كلام علمي، لو ممكن واحد ولا اتنين يبعتوا فالرسالة يحطوها في الشريدر وخلاص خلصت على كده انتهت. الشريدر اللي بيقطع ورق يعني. لكن لو بعت 30 مليون من شعب المغرب برسائل لازم هتجد أثر. فالخوف ان يكون الناس نفسها مش عايشة القضية. فاحنا عايزين نعيش القضية. لما تشوف حاجة زي كده آلمتك وضرتك وأثرت على مسيرتك تصرف تصرف إيجابي. افتح الموقع بتاعهم موجود، الجزيرة.net موجود، وابعت رسالة قول الوضع اللي عندكم ده غير مقبول وغير صحيح وفيه تفتيت العالم الإسلامي والرؤية ومنتهى الأدب. لأن أنت لو خدت جانب يعني شرس في الهجوم الورقة لن تجد لها مسعى. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنبعت رسائل رقيقة لطيفة. إخواننا المسلمون في الجزيرة، في أهلنا في قطر، هذا مع هذه المعلومات للأسف الشديد المحطوطة على الخارطة غير صحيحة، والصواب كذا كذا كذا، وتفتيت العالم الإسلامي غرض استعماري ومنتهى اللطف. هذه الرسالة لو راح منها 100,000 رسالة للموقع، وده مش صعب، مش صعب، 100,000 رسالة ل100,000 شاب متحمس بيخش على النت كل يوم ما هيش مشكلة خالص. فاعملوا حملة لهذا الموضوع، حملة طلعت من هذه المحاضرة، حملة لتصحيح صور الخرائط المغربية في الفضائيات المختلفة، ونبدأ بالفضائيات الكبرى، واعملوا هذه الحملة وتوجهوا إليها بقطاع. سيستجيبون، سيستجيبون، لأن هم في الآخر قناة تبغي الوصول إلى الجماهير، وآدي الجماهير بتقول كذا كذا. فمش هتغلق على نفسها باب المغرب العربي بكامله من أجل خريطة موضوعة على الساحة. الحقيقة أنا يعني أكتفي بهذه الأسئلة. كمان المغرب يعني دخل وأنتوا وقتكم عشان تلحقوا الصلاة، صلاة المغرب، وأنا إن شاء الله بقية الأسئلة الأجماعة كلها ما شاء الله. سعيد جدا جدا بكثرة الأسئلة، أتمنى ما يكونش فيها شتيمة بس ليه إن شاء الله. كل واحد مش عاجب الموضوع، واحد من أهل الصحراء كان عايز ينفصل ولا حاجة. فأسأل الله عز وجل أن يوحد المسلمين، أن يرفع رايات المسلمين، وأن يوحد الموحدين، وأن يجعلنا جميعا نصرا ونصرة لهذا الدين العظيم دين الإسلام. وأنا أشكر أهل المغرب على حسن استضافتهم وعلى حفاوتهم وعلى كرمهم المعروف، وأنا حقيقة كنت عارف هذا الكرم قبل ما أجي، والتقيت به في جاليات مغربية كثيرة في بلاد العالم الإسلامي. أنا في غاية السعادة لتواجدي بينكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعني معكم قريبا في لقاء قادم. وجزاكم الله خيرا كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر السيد المحاضر على هذا العرض القيم وعلى سعة صدره في تقبل الأسئلة، وأختم بكلمة للشيخ محمود النحناح رحمه الله يقول فيها: الحل بسيط جدا، الحل هو إضافة حرف الميم إلى الصحراء الغربية فتصبح الصحراء المغربية ويحل المشكل. وشكرا للحضور الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.